المستشارات الأفضل، المستشارات الأفضل، المستشارات الأفضل. أتحاولون أن تكونوا صديقاتهم؟ لا، نحن فقط نحبهم ونحترمهم. المستشارات الأفضل، المستشارات الأفضل، المستشارات الأفضل. أفهم، لما الجميع هنا؟ يمكننا الذهاب. لا فتيات، نحن مثل جميع من في المخيم، لذا لننصت. أجل، لدينا أفضل المستشارات، صديقات الفراولات. حسناً، لنلخص لنرى ما سيحصل على أكبر عدد من النقاط هذا الأسبوع. فتيات، رأيتكم من النقاط لدينا؟ أجل، صفر. شباب، هناك دائرة تحت الخيار، ثقب الدونات. حسناً شباب، لم نحصل على أي نقطة، نحن فاشلين. الفلفل 6 نقاط. والخيار 0 نقطة. ما زلنا نقوم بالإحماء. ابتداء من الأسبوع القادم سنقاتل لأجل فوزنا ولن تحصلوا على نقاط. لا تتباهوا، لست في المكان المناسب لتتباهوا. كانوا ينظرون لنا عندما كنا نصرخ المستشارات الأفضل؟ لا، لم ينظروا لنا أبدا، تابعوا المشي برؤوسهم المرفوعة. فتيات السماد، لديكم 0 نقطة. فتيات، ظننا أنكم رائعات، ألا تريدون إثبات لنا شيء؟ ليس أن نثبت، بل أن نري. من النجمات الحقيقية؟ انتظر، نحن نستعد فقط. قريبا ستصدمون حقا. برتقالات، حاولتم كثيرا لذا حصلتم على 3 نقاط. لكنكم لم تنظفوا غرفة المعيشة لذا نقصت نقطتين. هل تمت معاقبتكم؟ تعبروا ونحن نصرخ المستشارات الأفضل، لا يحبون من يتملقهم. برتقالات، يجب أن تستخدموا عقولكم وقوتكم وليس حروفا على الورق، لن تستطيعوا التفوق علينا. وأفضل فريق في هذا الأسبوع هو الفراولات. لم أشك في هذا أبدا، وأنتم؟ أنا متأكدة. فتيات الفراولات، هذه ميدالية لكم. فتيات، رأيتم الميدالية التي تحصل عليها؟ إنها مجرد ميدالية معدنية. عجل فتيات، الميدالية في غرفة لعب السلة، هذه مزيفة فقط. حسناً، إذا اعتقدت أنهم سيحصلون على جائزة كسب 10 نقاط. فتيات، أنتم رائعات، نحن فخورات بكم. المستشارات الأفضل لم تنجح. وما التالي؟ بدأت أفكر في ما التالي. نريد أن نكون مفضلاتهم. هل نعرض عليهم أن يستخدموا مكياجنا؟ لا، أنا لن أعطي مكياجي لأي أحد. حسن الفراولة، تهانينا. بوني، مؤخرا أصبحتم في الخلف. معلم مايك، لسنا في الخلف، نحن فقط تحت الشجرة. تحت الشجرة. لا تفرحوا كثيرا، إنها فقط الأسبوع الأول، زالت هناك أسابيع أخرى ونحن سنفوز. مستحيل، هذا السيف لنا. لقد وجدت حديقة الحيوانات المهجورة، هذا ليس منذ فترة طويلة. الحيوانات هناك تحتاج إلى مساعدتنا بشكل كبير، ساعدنا بإنقاذ هذه الحيوانات المسكينة ببناء مسكن مريح لهم. قم بتنزيل لعبتنا ولنبدأ بالعمل. الفيلة والأسود تحتاج إلى مساعدتنا. ثقب الدونات. تبنا الجميع يسخر منا، حتى بوبا جاب. لا تقلقوا شباب، سنجمع الصمغ من أشجار النخيل، سنلصقه بشعرهم ليتوجب عليهم حلقه. تهانينا، أنتم فاشلين ونحن فاشلين أيضا. هي فتيات، لستم فاشلات، أنتم رائعات. قلتم شيئا مغايرا تماما قبل قليل. شباب، تلك المستشارات غبيات حقا ومحتالات. إذا شباب، هل فعلتم ما طلبناه؟ هل تفقدتم الأمر؟ أجل فعلنا، أنتن مخطئات، يبدون مختلفات تماما على النت. تلك الفتيات لديهم شفاه منتفخة، لكن هؤلاء لا. أولاد، ألا تظنون أن شفاههم ذابت فقط؟ يجب أن نقوم بفتحهم. ألا ترون أنهم ينوون على شيء مع الفراولات؟ فتيات، هذا ما تظنونه أنتم، الفراولات يتملقون لهم فقط. أجل لنبدأ في كسب النقاط الأسبوع القادم، لقد أصبحنا فاشلين. حان وقت الكرة الآن. وداعا فتيات. لا يمكن أن نثق في الأولاد أبدا، يجب أن نكون نحن فقط. حسنا، إذا علي أن أسأل أمي في أي مدرسة كانوا يدرسون، وهي ستعرف. وأنا سأطلب من والدي أن يتحدث مع أطباء أسنانه، ثم نعرف سجلات أسنانهم. تشاهدين الكثير من مسلسلات التحقيق، أظن أنه علينا أن نجعل ليلتها مخيفة جدا. هذا سهل دهنا، سهل. أبقي فيك مرقا، وإلا ستطردين من الفريق. هيا جام. طبعا جيجي، آسف لكن لم أعد أحبك، أنا معجب بسامر. وداعا. أنت وغد، أنت وغد جاب. جيجي، لا تشتم الأولاد، هذا سيء. لقد تركني. جيجي، أنا متأكد أن هذا أفضل، الآن أعطني العصير. شكرا على المساندة معلم مايك.
اسمعوا فراولات، هل تخفون شيئا؟ لماذا تتصرفون هكذا؟ لا نخفي أي شيء، لا يوجد التصرف المميز، نحن المميزات. لم نخسر أي نقطة. رأيتم حصلنا على 10 نقاط هذا الأسبوع، نحن الفائزات. ويجب أن تتعلموا التنظيف. ساذجات، هناك خطب ما بهم. ما هذا الفراولة؟ المستشارات. إنهم مجرد فراولة لكنهم متفوقين. أجل يسب مواجهتهم. حسنا فتيات اسمعوا، اليوم في العشاء سنجلس قرب المستشارات ونحاول التحدث معهم لنقترب منهم. جيجي مرحبا، ألديك عصير؟ مرحبا فتيات، لدي لكنه دافئ، الثلج ذاب. إذن لا. جيجي سمعنا أنك اليوم تشاجرت مع الفراولات، هل ترغبين في إخبارنا؟ ربما تريدين أن تشتكي. فتيات لا أستطيع، الفراولات منعوني من إخباركم، سيطردونني. لا تقلقي، يمكنك الانضمام لفريقنا. فتيات السماد، نبدو رائعات أيضا. انظر جيجي تضحك، ليست حزينة. تتصرف هكذا أمامهم لكن ستبكي بغرفتها. لن أوعدها لبقية حياتي، أنا معجب بسامر. صحيح، أنست لقلبك. إن كنت معجبا بسامر إذن يجب أن توعد سامر. لنذهب لغرفتهم ونأخذ لهم الأيس كريم. أجل لنتعرف عليهم أكثر. هيا أخبرينا، لما المستشارات يتصرفون معكم جيدا؟ يتصرفون جيدا مع لاعبات السلة لكن معي يتعاملون بشكل سيء. حسنا، أهم صديقات؟ بوني العصير لا يوجد لذا ابتعدوا. حسنا جيجي، ابكي في الحمام بمفردك ولا أحد سيدافع عنك. إن لم ترغبي في أخبارنا لا تفعلي. أنا حقا لا أعرف شيئا، لا يسمحون لي من دخول الحمام عندما يريدون التحدث. عندما تعرفين اتصلي بنا. لقد تحدثوا مع جيجي لمدة. تبا، أظن أنهم بدأوا يشكوا بنا. يشكون في ماذا؟ اسمعوا برتقالات، ابتعدوا، لن تكونوا أفضل منا أبدا. هذا السيف لنا، نحن فائزات أساسا، لن تستطيع اللحاق بنا، وتوقف عن مطاردتنا. القطط دائما الأروح. نحن رقم 2 من بعد بوني، وهذه المرة سنكون رقم 1. هرأتم الميدالية، ما تفعلون هو بلا بلا بلا. قطط الكون لا يدور حولكم. الكون يدور حولنا، نحن نتمنى أن تفشلوا قريبا. جيجي ماذا قلت لبوني؟ لقد قلت أنه لا يوجد عصير والثلج ذاب، أي سؤال آخر؟ احذري، نحن نراقبك. أشعر بالأسف على لاعبي السلة، لديهم 0 نقطة. أجل إنهم ظريفين، بالمناسبة من هو مفضلك؟ جميعهم رائعين. ليتنا نتعرف على بعضنا أكثر. ليس علنا، لدي فكرة. تيمور ما بك؟ ماذا ماذا؟ ظننت أن المستشارات فتيات رائعات وأنني سأواعد واحدة منهم، لكنهم شريرات مثل أفاعي السامة. كفى شباب، لا تحزنوا، فرصتكم ستأتي قريبا. لا كيريل، لن تأتي، أنا وإسماعيل غالبا سنبقى عزابا للأبد. شباب خرجنا عن الموضوع، يجب أن نفكر في كسب النقاط. الخيار الآن 0 نقطة. أجل لسنا أقوياء أبدا، نحن خيار فاسد وبطيء. نحتاج لمسابقات نظهر فيها قوتنا. ابتداء من الأسبوع القادم سنحاول جاهدين. علينا أن نحصل على جميع النقاط. شباب ماذا نفعل عندما نكون في مزاج سيء؟ نأكل الطعام اللذيذ. هيا أولاد سامر وسام. مرحبا أولاد، ماذا لديكم الليلة؟ هل لديكم أي خطة الليلة؟ لا، لماذا؟ صنبور في غرفتنا. صنبور معطل في غرفتنا، لكننا لا نستطيع إصلاحه بمفردنا، نحن فتيات. سامر سام، لابد أنكم خلطتم مع من تتحدثون. أولاد ابتعدوا من هنا. فتيات تظنون أننا سباكين؟ نحن لاعبو سلة. فتيات يمكننا أن نصلح صنبوركم. صنبور غرفتنا دائما يسيل ودائما نقوم بإصلاحه. شكرا أولاد، لكن لدينا من يساعدنا. الخيار سيساعدوننا صحيح؟ حسنا إن طلبتم ذلك. حسنا سنأتي الليلة، لكن 5 نقاط لمجيئنا. اتفقنا. تبا ما هذا، هل انتهى الإعجاب؟ وأنت انفصلت عن جيجي. نراكم لاحقا أولاد. وداعا. حسنا بوب، نحن فاشلين. أنت الفاشل، أنا عازب، لا أهتم. ظننت أنها معجبة بي حقا. أيمكننا الحصول على المزيد؟ لا فتيات، لا تنسوا لما نحن هنا، أريدكم أن تبدأوا في التفكير. المستشارات ضدنا، لا يمكننا الحصول على احترامهم. لنشارك فقط في المسابقات لنحصل على النقاط. وأنا أريد من المستشارات أن يعاملوننا جيدا، والفراولات لا.
هذا مستحيل. المستحيل ممكن منى. منى لا تتجادلي مع بلاندي. لما هم قادمين إلى هنا؟ فتيات انظروا إبدانا اليوم لنكون بمفردنا في الرحلة. صحبة جيدة. مرحبا برتقالات. مرحبا، لما جئتم إلى هنا؟ لم نقم بدعوتكم. بصراحة نحن نأكل البوبكورن. مثلهم، الأفضل أن تبقى بعيدات. رائحتنا ليست رائعة. لا توجد مشكلة. نحب ثوم أيضا رغم أننا بوني. بالمناسبة إنهم يشاركون معنا سوء الحظ. يحبون الثوم أيضا، والمستشارات يكرهونهم أيضا. فتيات انظروا ماذا وجدت أثناء غسل الفواكه. من هؤلاء؟ والآن؟ ماذا؟ سامر وسان، فتيات أين هذا؟ خمنوا قليلا. ماذا؟ إنهم يرتدون بتلات مخططة؟ صحيح، ونحن لا نعلم من هم أبدا. أجل، إنهم خطيران. يجب أن نتصل بالشرطة الآن. ناسيا انتظري لحظة، ليس من السهل أن نثبت هذا. كيف تعرفت عليهم؟ وجوههم. لحظة، لدي صور أخرى. لندعو فتيات السماد إلى هنا. لماذا؟ حسنا، ربما نقترب من بعضنا ونضع بعض الضغط على المستشارات. حسنا، هيا. باني باني فتيات السماد، ما زال لدينا بعض البوبكورن الذي تحبونه كثيرا. تعال هنا. هل هم حقاً؟ شكرا برتقالات، لكن لدينا محادثة خاصة. نحن في ورطة. حسنا، الفراولات حقا صديقات تلك المستشارات المزيفات. لم أتوقع هذا من لاعبات السلة. دانا، إن كانت المستشارات قادرات على هذا إذا هم أيضا. جيجي، ماذا؟ ماذا سألوا فتيات باني؟ بدأت أسئلة فقط. باني، لا أفهم، ألديكم أي أسئلة لنا؟ إن كان لديكم سؤال اسألونا نحن. لا تحاولوا أن تسألوا الدمية العاجزة. أوبا، يبدو أن الفراولات وفتيات السماد يتشاجرون. الفراولات مغرورات جدا. بلاندي، يمكننا الحصول على المزيد؟ العرض بدأ للتو. خذوا فتيات، لا تفسدوا رحلتنا، وإلا سنريكم شيئا، ومتأكدات أن هذا سيفسد مزاج عطلتكم الصيفية. الأفضل أن لا ترغمونا فتيات. فتيات، سأخبركم بالشيء. هيا دانا فتيات السماد. دانا، لم يحن الوقت بعد. ومتى سيحن الوقت؟ دانا، هيا أنصتي لأختك الكبيرة. اسمعوا فراولات، جميع الأسرار اتضحت. من أنا اذهبوا من هنا. حسنا فتيات، هيا. اسمعوا، توقفوا عن تهديدنا. لدينا أيضا أسراركم. تبا جيجي، هل وشيت لهم؟ بماذا سأشي وأنا لا أعرف أي شيء؟ إذا ليس علينا أن نقلق. حسنا فتيات، لنرتاح الآن ونأكل سناكس. فتيات، تتعلمون أين أصدقاؤكم؟ لا، دعونا نقوم برحلتنا. لن ينجح الأمر فتيات، أصدقاؤكم في غرفة المستشارات. حسناً، إن كنتم لا تغارون. ماذا؟ لابد أنهم يتبادلون القبل. تلك المستشارات ليس فقط محتالات، بل أيضاً يسرقون الأصدقاء. الرحلة انتهت حتى قبل أن تبدأ. طبعاً ديانا، لابد أن نكرين. يقبلوا السن الآن. فتيات، لن نقصد إحزانكم. حسناً، أصلح الصنبور، لن يزيل بعد الآن. حسناً، يجب أن نذهب. أنتم لطفاء جداً، يمكنكم فعل كل شيء. حسناً، أجل. كان هذا سهلاً، نحن ماهرين. اسمعوا شباب، تريدون رؤية صورنا؟ كنا مستشارات في مخيم آخر، كان الأمر ممتعاً هناك. شباب، حسناً، أرونا الصور. دعونا نرى. انظروا، كنا هنا في مخيم آخر. رأيتم هؤلاء الأولاد؟ كانوا يحبوننا. دائماً الجميع يقع في حبنا. رائع، هذا واضح جداً. احذروا، لقد أخبرتكم مئات المرات لا تركضوا، ستسقطون. معلم مايك، نحن في عالم الأمر. ما الذي يجعلكم مستعجلات؟ تركوا الباب مفتوحا. مرحبا فتيات السماد، دخلتم غرفتنا، ألا تعرفون كيف تطرقون؟ البعض يستمتع. ماذا تفعلون في غرفة المستشارات؟ وأفضل المستشارات على الإطلاق. أصلحنا الصنبور. نحن نريهم صورنا. تبا، حسنا فتيات، دعونا لا نتدخل، استمتعوا بوقتكم. هل الفتيات غضبوا؟ لنشرح لهم كل شيء. لما ستشرح أنت عازب؟ أنا من انتهى أمري. يداي ترتجف بشدة. ديانا، لا تحزني.
قريبا سنقوم بكشفهم. أين الفتيات؟ لكن كريل ماذا كان يفعل هناك؟ ديانا على مديانا. شباب رأيتم هذا؟ كيف استطاع كريل أن يفعل هذا بي؟ دعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. نراكم لاحقا. وداعا. لا تحزني، سألقنه درساً.